أكرم عوض عبد الله من عديد البشاقرة كاملين، عنده 11 محاولة بأقلام الرصاص وأقلام الخشب. يحاول يرسم بالأقلام الخشب النباتات، الزهور، الأشياء زي دي، ودي دائما الناس هنا عندنا بيرسموها من الذاكرة. وزي ما قلنا يمكن الواحد ما يقدر يخزن كل الأشياء في الذاكرة بطريقة كويسة، خاصة التظليل بتاع الإضاءة في الرسم وكده. فلو برسم من الطبيعة مباشرة بيكون أفضل كثير جدا، بتديك نتيجة أحسن. محاولاته بتاعت الأقلام الرصاص فيها شجاعة كبيرة جدا. بنفس القدر لو بيرسم أو بيلون أشياءه بأقلام الخشب بتدي نتائج أفضل. نشوف محاولات أكرم عوض عبد الله.